بصوا معايا، طبعا المادة دي بتاعت مبادئ الحاسب، الناس الجديدة اللي معانا دي، مش عارفة افضل اقول ناس جديدة كل محاضرة. النهاردة وصلنا لجزئية، احنا طبعا في الفصل الثاني الدرس بتاع ايه؟ الاكسبلورر او متصفح الانترنت، الانترنت اكسبلورر او متصفح الايه؟ الانترنت. خدنا ايه فايدته ومحركات البحث والكلام ده كله، والنهارده بناخد بعد ما خدنا متصفح جوجل كروم، خدنا ازاي، او هناخد النهارده عفوا، ازاي ننشئ بريد الكتروني على مين؟ على جيميل، على جوجل. طيب اولا بيقول لي هو ايه جوجل ميل او جيميل؟ قال لي هي خدمة البريد الالكتروني المجانية، يعني هي فور فري، مش مدفوعة الحساب. انا عندي مواقع بتطلب منك الفيزا كارد عشان تقبل ان انت يكون لك حساب عندها، وطبعا دي بتبقى مواقع استثمارية خاصة مثلا بتنزيل كتب عشان تشتريها من عندهم، بتتسوق من عليها زي جوميا وامازون والكلام ده كله، تمام؟ طيب هي خدمة بريد الكتروني مجانية بتقدمها جوجل، وهي مفيدة في نواحي كثيرة، والبريد او بريد الجيميل من افضل مواقع البريد الالكتروني المجاني اللي تابعة لشركة جوجل. وخدمة الجيميل بتشبه اي خدمة بريد الكتروني اخرى زي ياهو ميل والهوت ميل، ولانشاء بريد الكتروني نتبع الخطوات التالية. طبعا الكلام ده كله اضغط اعمل، كل الكلام ده كله هشوفه لكم دلوقتي عملي، هنشوفه مع بعض ان شاء الله ونعرف ازاي ننشئ بريد الكتروني. خلاص انا هدخل على جوجل كروم، انا عشان ليا اوريدي اكونت على الجهاز بتاعي، ده جهازي فطبيعي ليا الاكونت بتاعي. انا دلوقتي هندخل على جوجل وهلاقي عندي علامة ايه؟ تسجيل الدخول. طبعا انا بفتح تسجيل الدخول ده العادي، لكن لا احنا عايزين دلوقتي على جيميل، بيقول لي خش على جيميل، فبرضه بفتح جوجل عادي وبدخل على الايقونه بتاعه الجيميل اللي قدامي جوه المتصفح. نيوز ايه جيميل ايه ماشي، يعني سواء دخلت هنا سواء دخلت هنا هتلاقي قدامك الايه؟ تسجيل الدخول. لكن انا مش عاوز اعمل تسجيل دخول. امتى اعمل تسجيل دخول؟ لو انت راجل اوريدي معاك الايه؟ البريد الالكتروني بتاعك والايه؟ والباسورد بتاعتك. لكن احنا دلوقتي بنعمل حاجه اسمها، بصوا لو انت هتفتح وهتلاقي قدامك الصفحه بالانجلش، هتلاقي عندك ساين ان وساين اب. الفرق بين ساين ان وساين اب، ساين ان هي تسجيل الدخول بالاكونت والباسورد اللي انت اوريدي معاك، ساين اب يبقى انشاء حساب، لسه هتنشئ او تعمل حاجه اسمها كرييت، تمام؟ فببدا اقول له هنا، سواء قلت له انشاء الحساب دي او دي مفيش اي مشاكل، هما الاثنين هيدخلوني على انشاء الحساب. فببدا يديني ابلكيشن املاها، فبيقول لي الاسم الاول واسم العائله. في الاسم الاول واسم العائله انت حر تكتبه عربي او تكتبه انجليزي، مش هيقول لك انت بتكتب بلغه ايه. يعني خلي بالكو امتى الابليكيشن اللي قدامي دي اكتب فيها عربي وامتى اكتب فيها انجليزي. الاسم بتاعك انت حر اكتب فيه اللي انت عايزه. طبعا انا هعمل ايميل تجريبي، فمش شرط كل حاجة هكتبها ايه؟ خاصة بيا. انا بوريكم ازاي تعملوا الايميل، وانتوا احرار كل واحد يعمل زي ما هو عاوز. فبما ان الاجهزة عندنا ما فيهاش انترنت، فمش هنقدر نطبق مع بعض الخطوة دي. فبقى اقول له ايه؟ الاسم الاول وليكن احمد، واسم العيلة براحتك انت بقى، السرياوسي احمد علي، تمام؟ هنا بقى اسم الايميل، المستخدم بتاعي، ده اللي بنسميه اليوزر نيم. اليوزر نيم اسم المستخدم. اسم المستخدم ده بيبقى عبارة عن ايه؟ قال لي بيبقى عبارة عن كلمة بتعرف انت تحفظها عشان تقدر تكتبها، تمام؟ وبتظهر لاي حد، يعني انا عادي ان انا اي حد يعرف ان انا فلان الفلاني @gmail.com، مفيش اي مشاكل. فبعمل ايه؟ اولا بتتكتب كلها سمول. طب ما ينفعش اكتبها كابيتال؟ لا، هي بتتكتب سمول عشان تسهل عليك انت، تمام؟ فببدا اقول له ايه؟ مثلا احمد الايه بالانجلش بقى، دي ما ينفعش فيها عربي. احمد دي طبعا ايه؟ هو بيقول لي يمكنك، بس مش شرط، يمكنك استخدام الاحرف والارقام والنقاط،
يعني عندي حروف وارقام ونقاط اللي هي الدوت. فممكن اقول له احمد دوت 2020 @gmail.com. نجرب بعد ما نخلص هنشوف هيقبلها ولا لا. لو انا دخلت دلوقتي على الباسورد هيبدا يقول لي ايه؟ اسم مستخدم هذا مستخدم بالفعل، جرب اسم مستخدم اخر. فانت عشان تريح دماغك هتقعد تكتب كذا مره كذا مره، وممكن كل مره يقعد يقول لك هذا مستخدم هذا مستخدم، يعني في حد غيرك اسمه كده، اسمه احمد دوت 2020. تمام؟ يا تغير الارقام يا اما تاخد الاسماء المقترحه اللي قدامك دي. هو عامل لي اسماء مقترحه علي 09 مش عارف ايه، يا اما كذا. طب تعالوا نجرب 2025 يا سيدي ونشوف كده. فبصيت لقيته برضو ايه مش موجود. طب ما تغير احمد علي، عشان انا بوريكم ان انت تقدر تعمل كذا تجربه. فانا بريح دماغي وباخد من المقترحات، والمقترحات لو انت مش عاجباك خدها وغير فيها حاجه ايه تناسبك. تعال نقول له احمد علي 2025. انا كده يعتبر غيرت تالت مره اهو. بصيت لقيته برضو مصر. تعالوا بقى عشان نخلص هناخد اللي قدامنا ده وخلاص. هتبص تلاقيه عند ما تروح على الباسورد الراجل قابل خلاص وما ادانيش الايرور الحمراء. تمام؟ مش عارف في ايه. طيب هنكتب بقى الباسورد بتاعتنا 1 2 3 4. مش هيقبلها ليه؟ لازم شوف الفرق بين اللي قبليها ودي. اللي قبلها بيقول لك يمكنك، يعني مسموح لك تستخدم او ما تستخدمش، انت حر مش هيفرض عليك. تمام؟ لكن انا بقول لك استخدام 8 احرف، يبقى انت لازم تعمل حاجه مكونه من 8. ماشي؟ الثمانيه دول بقى هيبقوا عباره عن ايه؟ باستعمال مزيج. يعني عشان تبقى صحيحه عايز منك مزيج، مزيج من ايه؟ من الاحرف والارقام والرموز. طب الحروف وعارفينها اي بي سي او الف ب ج، عارفين الحروف يا بالعربي يا بالانجليزي. تمام؟ الارقام وعارفينها 1 2 3 لغايه 9. تمام؟ امال ايه الرموز بقى؟ عارفين عندنا في الكيبورد في علامه التعجب والاد والهاشتاج اللي هي الشباك والدولار وفي الميه والاس والاند. مجموعه الارقام اللي فيها الرموز بتتعمل بشيفت. دي اي رمز من دول شغال معايا، اي رمز من دول شغال معايا. فاحنا دايما بنقول له ايه؟ خد 3 حروف A S D مثلا. مثلا مش معتمد عشان دي باسورد مصر كلها عارفاها. A S D ادي 3 حروف جنب بعض. تمام؟ اد اللي هي علامه الاد. شوف انا هعمل لكم عرض كلمه المرور عشان تحفظوها. خلاص اد 1 2 3 4. يبقى انا عملت ايه؟ عملت حروف وعملت رموز وعملت ارقام. طب ليه لازم اعمل حروف ورموز وارقام؟ قال لي كل ما عملت باسورد معقده، خلي بالك انا اقدر اكتب كلمه مكونه من ايه؟ من حروف بس. تمام؟ واروح ضايف لها اي رقم واي رموز في اي موقع تاني ممكن يسمح لك بيها، بس جوجل عشان تديك نوع من الامان اكثر بتفرض عليك الوضع. يعني انت ممكن على الفيس تكتب رقم تليفونك كباسورد وبيعديها لك، صح ولا غلط؟ ممكن على الفيس تكتب كلمه اسمك اسم ابوك اسم اي حاجه وتمشي ويعديها. هنا في جوجل هو بيفرض عليك عشان حمايتك انت من ان يتعمل عليك هاك وحد يهكر الاكونت بتاعك ويسرقه. فبيفرض عليك الاكونت الباسورد بتاعتك تكون صحيحه من حروف ورموز وارقام. خلاص؟ وباجي هنا واعمل له تاكيد، والتاكيد طبعا او الكونفرميشن هو انك تكتب نفس الباسورد اللي انت لسه عاملها. تمام؟ بنفسها ما تتغيرش، هو ده الكونفرميشن او التاكيد. خلاص؟ وباجي اقول له ايه؟ التالي. طبعا بيقول لي تسجيل الدخول بدلا من ذلك، مش هضغط عليها، انت مش كده كده انت بتنشئ فمش عاوزه. فبتقول له ايه؟ التالي. طيب اثبات ملكيه رقم هاتفك. هو ليه لازم يربط لي الحساب برقم التليفون؟ هو مش شرط، انا ممكن اقول له تخطى لو في تخطى. مفيش تخطى ليه؟ هو كده مديك شرط تثبيتك ملكيه. بالظبط. تمام؟ طيب حتى بيديك بيقول لك معلوماتك الشخصيه خاصه وامنه. رقم التليفون ده مش حد هياخده، محدش هيشوفه، ده هو ليك انت عشان لو انت الناس اللي عندها زهايمر بتكتب الباسورد وتنساها ساعتها هيبعت لك رساله على الموبايل
برقم كود، بتحط الكود ده بيفتح لك الاكونت. فحته رقم التليفون دي حاجه لحمايتك انت وحمايه الاكونت بتاعك من السرقه ومن نسيان الباسورد، يعني سواء ليك او عليك هي بتحافظ على ان انت الاكونت بتاعك يفضل متحافظ عليه. خلاص، فبتكتب رقم تليفونك تمام وتقول له ايه التالي. طبعا انت ناخد بالنا من الكود بتاع البلد، انت عندك هنا الكود بتاع البلد، الكود هنا مين؟ احنا في مصر. لو انت في اي بلد تانية لازم تختار طبعا الكود بتاع البلد بتاعتك، بيسموه الكود البريدي او رقم البريدي، ونقول له التالي. بديهي لازم يديني الرسالة على الموبايل، ادخال رمز التحقق. لما ادخل على الرسائل الخاصة بتاعت الخط بتاع الشريحة هتلاقيه مديك كود المفروض ان هو يظهر لي. تمام، ظهر اهو مكتوب عندي جوجل، رسالة من جوجل، رمز التحقق هو جي. طبعا انا ماليش دعوه بالجي، احنا بنكتب الارقام بس، 9 2 3 0 50. ده كود بيديني من 6 ارقام كده تمام، وبروح اقول له ايه تاكيد. طب الرساله ما جاتنيش، لا اصبر عليها هي هتيجي. ممكن يكون الكونكشن بتاع النت بتاعك مش سريع فبياخد وقت على ما يبعت لك رساله على الخط. تمام كده. طيب بعت لي الرساله واتاكد، وخلي بالك رقم الهاتف هنا المرحله دي بقى مرحله الاختيار، يعني اللي فاتت عشان استرجاع الاكونت بتاعك لا في حاله النسيان او في حاله الضياع. هنا بقى البيانات بتاعتك بيقول لك ايه، ستستخدم جوجل رقم الهاتف هذا لاعراض تتعلق بامان الحساب فقط، ولن يكون مرئيا للاخرين، ويمكنك في وقت لاحق اختيار ما اذا كان بالامكان استخدامه لاغراض اخرى. يعني انت مثلا خلي لك ان انت بتعمل الاكونت ده عشان عايز تعمل مثلا اكونت على موقع خمسات، موقع المواقع اللي انت المفروض بتبقى بتاعه شغل، مواقع الشغل دي، فالمفروض ان انت بقى في حاله التجاره وفي حاله ان الناس هتتعرف عليك، فالاكونت ده هيظهر لك الرقم، هل عايز يظهر للعامه ولا ما يظهرش؟ دي بقى الاغراض الاخرى اللي فيما بعد، ده غرض من الاغراض الاخرى، مش الغرض الوحيد، الغرض من الاغراض الاخرى. خليك راجل مثلا مؤلف كاتب ليك شغلانه اونلاين، فبيبدا جوجل يديك رقم تليفون هنا اختياري، عايز تعرضه للمستخدم ولا لا، للناس اللي انت بتتعامل معاها يعني. خلاص. طيب بعد كده عاوز منك حساب اختياري تحطه او ما تحطوش، خليك انت اول مره بتعمل فطبيعي مش هتحطه، لكن خليك انت واحد عندك اكاونت على مايكروسوفت او اكاونت على هوت ميل او اكاونت على ياهو. تمام، الحسابات دي انت بتربط الحساب الجديد اللي بتعمله بالحسابات دي، بحيث ان انت في حاله نسيان برضو الباسورد وعاوز تفتح يبعت لك رساله لاسترداد الحساب زي ما بعتها على رقم التليفون. يعني وظيفه رقم التليفون هنا زي الايميل الايه الاحتياطي، وارد ان الايميل الاحتياطي يكون على جوجل برضو، انا عندي بدل الايميل 1 أو 2 أو 3، انت حر. واضحه الفكره دي؟ طيب حبيت تكتب الايميل بتاعك الاحتياطي هتكتبه، مش عاوز براحتك، انت هتلاقي عندك الموضوع اختياري. طيب هنا بقى جزئيه السن اللي احنا بنتكلم عليها، تاريخ ميلادك، اكتب تاريخ ميلادك. يا الله. تمام، العام بقى، هي دي العام اللي بيفرق معاك، هيقبل معاك الاكونت ولا مش هيقبل. لو احنا قمنا كتبنا اي تاريخ مثلا نقول 2000 و خلينا نقول 2000 مثلا 2010 11 سنة، لو كتبنا 2010 هيرفض انه يكمل الاكونت. تمام، لكن تعالى من بعد 2010 11 برضه هيرفض، 12 هيرفض، لكن 2013 هيبدا يحسب ان دول 13 سنة فيقبل الاكونت. خلاص، 14 15 العيل بيصغر، عكس عكس عكس. انا حقك عليا يا استاذ عبد الرحمن، انا اسف سرحت. كل ما طبعا بتقرب بالسنين بيقل السن فبيبدا طبعا يرفض معاك، لكن تعالى بقى من بعد 2011 ولا 2010 زود بقى في السنين اللي ورا، خلينا 2005، خلينا 2000، 2003 الناس الصغننين بتاعت السنه دي هيقبلها على طول. 4، انا حاسه اني قاعده ناقص روح الحضانه اقسم بالله، مش عارفه في ايه. ماشي، ما انتوا كل ما بتصغروا في السن انا بكبر، حرام عليكم. طيب
عندي دلوقتي كده تعالوا نكتب له 2000 وخلاص. 2000 دي معناها 21 سنة خلاص كده. طيب ذكر أنثى لا أريد الإفصاح، أنت حر تمام، بتقف على الموضوع ما بتقفش. هو بس دي عشان لما بيجي يبعت لك الرسائل بتاعت الروبوت يقول لك أنت ولا أنت، عشان تبقوا واخدين بالكم يعني هي بتفرق معاه. في رسائل بتيجي لك من الروبوت، فبقى عشان تبقى محترم نفسك ما ينفعش تكون أنت وتكون أنت، يعني هتظبط الحوار تقول له ذكر ولا أنثى. طبعا أحمد علي ذكر تمام. انت بقى شاكك هم عايزين ليه المعلومات دي، بيدوك بقى شوية كلام كتير رغي كده، انا مش هقراه، مش هقعد اقراه يعني. لماذا نطلب هذه المعلومات؟ لو انا دخلت كده هتبص تلاقي ايه سبب طلب معلومات السن والتاريخ وكلمات المرور والكلام ده كله، اقعد اقرا بقى مع نفسك كده وانت بتروح في البيت كده ايه الكلام ده ليه. التالي شفت احنا عملنا كام خطوة؟ خطوة كتبنا فيها الابليكيشن، وخطوة ثبتنا الهوية برقم التليفون، وخطوة عملنا فيها تاريخ الميلاد او الايميل الاحتياطي او رقم التليفون. بقول الحصول على مزايا اضافية من خلال اضافة رقمك، هيبدأ يديني المزايا ومش المزايا. عاوز تضيف ضيف، مش عاوز هتقول له تخطى. تخطى ده هيديني الخطوة اللي بعد كده والدنيا هتمشي مفيش اي مشاكل. طب لو انت عاوز يمكنك انشئت اضافة رقم هاتفك الى حسابك لاستخدامه في خدمات جوجل. زي ايه؟ سيتم استخدام رقمك، عندنا برنامج اسمه الديو لو فاكرينه اللي انا وريته لكم تمام. البرنامج اهو راح فين، انا مش شايفاه اهو الاخ اللي هنا ده، طبعا انا مش شايفه افتحه، انا بس اشاور لكم عليه. الديو ده مكالمات للايه؟ للفيديو تمام، بيشتغل على رقم التليفون واكونت جيميل مع بعض. طيب نرجع تاني لموضوعنا. جعل خدمات جوجل بما في ذلك الاعلانات اكثر ملائمه. طبعا احنا عارفين ان معظم الناس دلوقتي شغاله على انشاء المحتوى وان يكون عندهم قنوات على يوتيوب، فطبعا ده برضو بيفيدهم في انشاء المحتوى بتاعهم. طبعا بتخلص وتقول له موافق، انا هقول له تخطى دلوقتي، فهمنا؟ خصوصيه والبنود، دي حاجه اسمها اتفاقيه، ده العقد اللي بينك وبين شركة جوجل، انك موافق ان انت يتعمل عليك مراقبة امنية، وان انت راجل تحترم نفسك، وان انت ما تخشش تهكر على حد، وان انت راجل محترم من الاخر يعني. هتوافق هيكمل الاكاونت، ودي ما فيهاش تخطى، دي فيها موافق، لانك لو ما وافقتش هيلغي. فكلنا ما بنقرأش، كلنا بنقول على طول ايه؟ انا موافق غصب عن عيني اللي جابوني. هل تريد المتابعة باستخدام ملف شخصي جديد على كروم؟ احمد هو كده انا فتحت خلاص، انا كده ربنا كرمني انشأت اكاونت وبقى عندي بريد الكتروني. هقوله لا دلوقتي شكرا تمام. دي صفحة الايميل بتاعتي او البريد الالكتروني اللي اقدر اني اتراسل مع اي حد من خلال الجيميل بتاعي او الاكاونت الحساب الخاص بي على جوجل. هنلاقي ايه في الاكاونت ده بقى؟ لا هنلاقي صفحة اسمها صفحة البداية. صفحة البداية دي من خلالها اقدر ابعت رسالة، هقول له انشاء، وهنتعلم مع بعض ازاي ننشئ بريد الكتروني. هنقول له عندي ميتنج، لو انا راجل صاحب شركة وعايز اعمل ميتنج مع العملاء اللي معايا او مع الموظفين، او لو انا دلوقتي اقدر اعمل معاكو بدل برنامج الزوم اقدر معاكو اعمل معاكو محاضرة اونلاين، كل واحد عنده الجيميل بتاعه وهيدخل على الاجتماع، هديك اللينك هندخل مع بعض اديكو المحاضرة ميتنج اونلاين تمام. لقاء ملك يا في حد يتكلم؟ لا هنا على جوجل على جيميل، ده برنامج ضمن برامج جيميل اسمه الميتنج. لو دخلنا في مجموعة البرامج بتاعتنا هنا كده هتلاقي برنامج اسمه ايه؟ ميت تمام. الميتنج هنا والشات وجيميل والديو، كل دي برامج اتصال وتواصل تمام، ولكن مع مين؟ مع شخص، مع مجموعة تمام، اونلاين بالفيديو ولا بالشات اليدوي او بالصوت على حسب. خلاص كده. طيب نيجي على انشاء، نكمل بس المعلومات بتاعتنا اللي هنا. هنا بيقول لي عندي رسائل اساسية ورسائل اجتماعية ورسائل ترويجية، ايه الفرق بين الثلاثة؟ قال لي الرسائل الاساسية اي رسالة جاية لي من شركة، من صاحب، من صاحبة، براحتك يعني، دي الرسائل اللي بتجيلك. طيب الرسائل الاجتماعية لو الاكاونت بتاعك
اللي انت عامله ده مرتبط. شوف انا اول رسالة جاتني فريق منتدى جوجل بيقول لي الانتهاء من اعداد حسابك الجديد. ده وضع لما بيكون عندي رسالة، طبعا جوجل لازم يبعت لي رسالة ترحيبية عشان اكمل بيها الايه اي حاجة ناقصة في الاكونت. فبيقول لي هنا الرسائل الاجتماعية، لو انت الاكونت بتاعك مرتبط بمثلا فيسبوك او انستا او اي حاجة من البرامج اللي بتاعت السوشيال، بيبدأ اي رسالة جاية لك على الخاص على الماسنجر بتاعك تبص تلاقيها نازلة لك هنا، يقول لك تم ارسال رسالة من فلان، تم ارسال رسالة مش عارف من كذا. للدخول اليها لما انت تخش بقى على الرسالة وتفتحها هيقول لك ايه، لاستكمال الاجراء ادخل على برنامج ماسنجر، فيبدأ يعرض لك في ماسنجر. يعني هو مش بيعرض الرسالة، هو بيديك اشعار ان انت عملت كومنت او حد عمل لك لايك او حد عمل لك كومنت او حد، عارف الاشعارات بتاعتك النوتيفيكيشن هي موجودة فين؟ في الرسائل الاجتماعية دي. خلاص. طب الرسائل الترويجية، اوقات عندك اكاديميات بتبعت لك، انت مثلا قاعد على جوجل اللي انت ما تعرفوش بقى في موضوع محركات البحث، قاعد على جوجل بتبحث عن كتاب، بتبحث عن اي حاجة، فوانت جوه الصفحات اللي انت بتدخل تعمل السيرش عليها بتبدأ تعمل لايك، بتعمل داونلود. مجرد الدخول على الصفحة دي تمام بيحصل ايه؟ بياخد حاجة اسمها الكوكيز او الملفات الصغيرة اللي بيتم ربط الملفات بتاعتك بيها من خلالها. تعريف الايه؟ تعريف الارتباط بتاعتك المختلفة، اللينكات اللي انت بتدخل عليها، وبيبدأ يرمي لك اعلانات على هذا الاساس. وخلي بالك انت لاحظ كده، انا ببقى قاعد بعمل سيرش مثلا على فيديو او على ملف او على حاجة، خليني بعمل شوبينج، بتفرج مثلا على شوز جديدة، على جاكيت، على مش عارفة ايه، ابص الاقيها بقدرة قادر كده مبعوت لي 5000 صورة في نفس المجال. مجرد ان انا افتح بس كده صفحة السيرش على الموبايل، يعني احنا عندنا دايما في الموبايل صفحات اعلانات زي دي، اي صفحات اعلانات، تبص تلقى بيجيب لك اعلانات كتير قدامك في جوجل. على اي اساس الكلام ده جه؟ قال على اساس الكوكيز اللي عندك، هو خلاص شاف اهتماماتك ايه فبدأ يرمي لك حاجات منها. واحد متابع اخبار الرياضة، تبص تلقى اخبار الرياضة كل يوم عنده مع انه ما دخلش عمل سيرش عليها. طب واحد متابع الموضة، تلاقي كل اللينكات بتاعت الموضة قدامك. جات منين؟ من الكوكيز دي. خلاص. فهي دي الرسائل الترويجية، الاعلانات يعني، تمام كده. طيب نيجي بقى في الفولدرات اللي المفروض ان هي قدامي اللي بشوفها في البريد الالكتروني. طبعا انتوا هتقولوا انا ليه مش بديكوا ونقعد نشتغل بايدينا؟ يا جماعة انتوا عندكم مادة الانترنت في الترم الجاي، كده كده الموضوع ده هتاخدوه عملي ولازم اوفر لكم نت عشان تجربوه بايديكم، لكن احنا بنتعرف على الايميل وفوائده. كل محاضرة هقعد اقول لكم مبادئ الحاسب، بنتعرف على المادة مش بنطبق عملي، لذلك انتوا شايفين الفرق بين ده وبين الوورد. خلاص. طيب البريد الوارد، البريد الوارد ده فولدر مجلد خاص بالملف بالرسائل اللي ايه اللي جايالي واردة. طيب المميزة بنجمة، شايفين الرسائل بتاعتي هنا، لو انا في رسالة مهمة بالنسبة لي هروح اعمل لها علامة النجمة دي كده، معناها انها مميزة، بحيث ان انا بتجيني 200-300 رسالة. يعني انا لو فتحت الاكاونت العادي بتاعي هتبص هتلاقي عندي حوالي 1000 وشوية رسالة. طب انا في رسائل مهمة خاصة بمراسلات مثلا في شغلي، في بحثي، في دكتور معين من الدكاترة معايا، يبقى الحاجات دي لازم تكون ايه سهل الوصول ليها، ما اقعدش اقعد الف في ال 5000 رساله اللي قدامي. فاسهل حاجه ان انا الرساله اللي انا عايزها تكون مهمه اروح هتطلع علامه ايه النجمه دي. هروح على المميزه بنجمه، هلاقي الرساله اللي انا ميزتها بنجمه موجود. خلاص كده. طيب المؤجله، والله رساله انا خلصتها بس مش عاوز ابعتها فباجلها. خلاص. طيب البريد المرسل، انت اوريدي خلاص ارسلت الرساله لفلان بعد ما انشاتها. طيب انا عايز انشئ رساله جديده، هتروح علامه انشاء، هتبص تلاقي قدك الصفحه دي. الصفحه دي عباره عن ايه؟ قال لي الى، انت ما تيجي ترسل رساله بريد الكتروني بترسلها ازاي؟ الى ده بتكتب له رقم تليفونه؟ لا، لازم، مش شرط جيميل، ممكن ابعت لواحد مديني الايميل بتاعه على ياهو، على مايكروسوفت، على هوت ميل، يبقى انت بتكتب الايميل بتاعه كامل كذا كذا ات كذا دوت كوم. خلاص. خليني ابعت رسالة لنفسي على ياهو، ات ياهو
gmail.com. يبقى انت لازم تكتب الايميل اللي انت هتبعت له كاملا. فكره البريد الالكتروني دي هي فكره ارسال الخطابات. فاكرين البوسطجي زمان والبريد والبوسطه، بتكتب جواب الى فلان الفلاني وتكتب الجواب بتاعك، وبعد ما تخلص تطبقه ولازم تكتب العنوان بالتفصيل عشان يروح. ما ينفعش ان انت ما تكتبش العنوان بالتفصيل، تمام؟ طيب الموضوع، موضوع ده بتبقى كلمة، عنوان الرسالة، دعوة زفاف، الى من يهم الامر، الى السيد الوزير مش عارف كذا، مذكرة فصل، مذكرة مش عارف ايه. الشركات دايما بتشتغل بالاسلوب ده، انها لازم تبعت لك ايميل، مفيش حد بيتواصل على ماسنجر ولا واتس ولا الكلام ده في الشغل الرسمي، كله بالايميل خلاص. فبتكتب الموضوع بتاعك، نقول مثلا دعوة زفاف او انفيتيشن على حسب ما بتكتب، عربي او انجليزي براحتك. دعوة حضور مؤتمر عشان جوز حد، خليكوا قاعدين كده. دعوة حضور المؤتمر دي بعد كده فيها الجزئية البيضة دي، الرسالة بتاعتك الى الاستاذ، وبتروح مسمي اسم الشخص بتاعك، تمام؟ برجاء التكرم بحضور مش عايز اسمع صوت المؤتمر السنوي للشركة، اي حاجة بقى خلاص. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام، تمام كده؟ خلصت كلامي، المفروض ان الرسالة بتاعتك تتنسق بحيث ان يكون شكلها حلو، فبتلاقي عندك هنا علامة حرف الايه، راحت فين؟ دي معلش عفوا مش شايفاها. فببدأ اقول له اختار للخط بتاعك مثلا كبير، تمام؟ بلاش عرض ثابت والكلام ده، كان فيه لا البتاع ده عايز اشيلها. بس لما بتضغط على الايه بيظهر لك شريط تنسيق كامل، خلي مثلا بولد، تمام؟ بولد، خلي مثلا اللون بتاعه لون حلو كده اهو اهو. لا بلاش اللون الحلو ده عشان وحش، لون وحش قوي. انا عندي لون خلفيه ولون نص، خلينا في لون النص اسود، وتعالى في لون الخلفيه اختاروا كده ايه بالشكل ده، تمام؟ والتعديلات بتاعتنا اللي في الوورد بقى، المحاذاه وترقيم ولا الكلام ده كله. انا خلصت كده الجزئيه بتاعه الايه التنسيق الخط. تعالى هنا انا عايز ارسل الدعوه، بيبقى في كارت دعوه كده اللي هو عباره عن صوره اي حاجه، فبقول له ايه، شايفين علامه الارسال؟ طبعا علامه الملفات او ارفاق الملفات دي بنسميها الاتاتشمنت، موجوده في كل البرامج بتاعه الشات، بنشوفها في الواتس، بنشوفها في الماسنجر، بنشوفها في اي مكان خاص بالشات، عباره عن علامه ارفاق ملفات وبالانجليزي اسمها اتاتشمنت. خلاص بفتحها، بيبدا يقول لي انت عايز ايه. تعالى مثلا نقول له هات صوره من الصور، وليكن صوره صوره زي صوره مثلا ايه الداتا دي كده، وقول له اوبن. خلاص يبقى انا بقى عندي صوره اهي، عملتها كارسال ايه كمرفق. طب لو انا مش عاوزها بضغط علامه الاكس دي وايه وبتتحذف. خلاص كده شباب، انا كده خلصت الايميل بتاعي، عرفت هو رايح لمين، عملت الدعوه وكتبت الدعوه وارسلت الدعوه، وبعد كده هقول له ايه ارسال. لما اروح على هنا بيقول لي تم ارسال الرساله، فطبيعي ان انا هروح الاقيها في البريد الايه المرسل الى امير احمد، والدعوه عايز تفتح الرساله بتضغط عليها بيتم الايه الفتح. دي الرساله بعد ما ارسلتها. في حاجه صعبه في ارسال البريد والكلام ده كله وانشاء الايميل؟ طيب مش مطالبين ان احنا نقعد ناخد كل حاجه اكتر من كده. طبعا انت عندك حذف الايميل، ارشفت الايميل، الكلام ده كله ان شاء الله في العمل بتاعكم في الترم الثاني في الانترنت هتبقوا تتعرفوا عليه. احنا كده يعتبر خلصنا البريد الالكتروني وازاي الخطوات بتاعته، طبعا بيديها لي بالشكل ده. طبعا دي واضح انها نسخة قديمة عشان كان بيطلب فيها الكتابة الكلمة السرية بالشكل ده، خلاص للتأكيد، الرسالة للتأكيد والكلام ده كله.
طبعا كل الرغي ده احنا مشيناه، ولكن هتلاقوا الصور مختلفة. فهي هي الفكرة، ادي البريد الورد والرسائل البريد المرسل والكلام اللي احنا شرحناه في الملفات بتاعتنا والفولدرات، الشاشة الموضحة بالتالي اللي هي ارسال الرسالة. طبعا الصفحة، الصفحة دي برنامج قديم، اصدار قديم، مش التحديث الجديد للجيميل، يعني لصفحة جيميل دلوقتي. وطبعا بيديك ازاي ترفق ملفات، نفس الكلام اللي انا شرحته لكم، وازاي لو هو ملف وورد ولا اكسل ولا صورة ولا اي حاجة، كل الملفات واحدة. عايز ترفق ملف تاني هتضغط على علامة تاني وتروح تجيب الملف التاني، مفيش اي مشاكل خلاص، وهكذا. طبعا كل الكلام ده خلصناه. الباب الثالث دلوقتي هو استخدام معالج النصوص. احنا كده خلصنا الباب الاول اللي هو الهاردوير والسوفتوير ومكونات جهاز الكمبيوتر. خلصنا الفصل الثاني اللي هو الانترنت اكسبلورر اللي هو متصفح الانترنت. ودلوقتي ان شاء الله هنبدا مع بعض معالج النصوص او المايكروسوفت وورد. طيب ما احنا عندنا ماده الوورد، نرجع ونعيد ونزيد، احنا بناخد مداخل للمواد، ماليش دعوه باللي بيتاخد في باقي المواد. الماده دي شامله كل التفاصيل اللي انتوا بتدرسوها فين في المعهد، خلاص. طيب تعالوا نشوف ايه اللي هناخده في الوورد، تعريفات بقى وكلام من ده. دلوقتي انا عندي برنامج الوورد بنستخدمه في ايه؟ قال لي في كتابة ومعالجة النصوص. ايه كتابة ومعالجة النصوص دي؟ قال لي يعني انا عندي النص بتاعي عبارة عن اي كلام بكتبه زي الكلام اللي مكتوب به الكتاب ده ومؤلف به. ما الكتاب ده مكتوب على وورد وبدأ يتحول لبي دي اف وحطه لنا، لكن هو في الاساس كان برنامج وورد كتب لي فيه مستند مكون من 145 صفحة. فاثناء كتابتي لهذا المستند انا عملت هيدنج عناوين بالشكل اللي احنا شايفينه ده، عملت فقرات، عملت جداول هنشوفها، واثناء كتابة الفقرات استخدمنا حاجة زي الرموز، علامات الترقيم، كل الشغل اللي احنا بنشتغل عليه في الوورد احنا بنستخدمه. فمعالجة النصوص هي كتابة نص بشكل احترافي واستخراجه بشكل احترافي مطابق للموضوع المكتوب فيه. يعني انا مثلا بكتب حاجة رسمية اكيد غير ما بكتب ملزمة اطفال، غير ما بكتب ملزمة علمية، غير ما بكتب. فكل موضوع ليه التنسيقات الخاصة، زي ما احنا بنقول لكل مقام مقال، خلاص كده. طيب طبعا ازاي نشغل البرنامج؟ حد لغاية دلوقتي عنده اي اعتراض انا بشغل البرنامج ازاي؟ يعني طبيعي، ادي برنامج مايكروسوفت او الويندوز 10، انا بدخل هنا كده وما عليا لان انا بكتب له كلمة وورد بالانجليش WORD، هو بص الاقي عندي نسخة الوورد بتاعتي اهي، ببدأ اضغط عليها بيتفتح معايا معالج النصوص، تمام، وبيبدأ اختار طبعا بلانك دوكيومنت. لو انا في 2010 بيدخلني على صفحة المستند مباشرة. طيب بعد ما بدخل في صفحة المستند مباشرة بلاقي عندي الشاشة الافتتاحية بتاعتي، ودي طبعا تتحفظ زي اساميكم. عندي قائمة ايه؟ فايل، وقائمة هوم، تمام، وعندي شريط الادوات السريع او شريط الوصول السريع، كل الكلام ده اعتقد انه شرح في الوورد. طيب عندي المسطرة الافقية، وتحت هلاقي المسطرة الرأسية اللي سوري راحت فين اهو. طبعا شريط العنوان اللي بيتكتب فيه اسم المستند، التبويبات بتاعتي اللي هي insert design layout reference، هو عامة شارح على صورة 2016. ادوات التحكم في المستند اللي هي الكلوز والريستور والمينيمايز، التكبير والتصغير والقفل، خلاص. طبعا صفحة المستند الرئيسية، شريط التمرير الرئيسي، المسطرة الافقية، شريط الادوات، مؤشر الكتابة العلامة دي، المسطرة الرئيسية، وعندي شريط المعلومات الستاتس بار اللي بيقول لي انا واقف في صفحة كذا، الكلمات اللي عندي كم كلمة، طبعا احنا عشان الصوره موجوده من مستند فارغ. طيب في شريط سكرول افقي اللي هو بيوسع ويضيق الصفحه زي ده كده، تمام، وفي راسي زي الاخ ده، خلاص. طيب
بدأ بقى يشرح في ايه الحاجات دي واحدة واحدة بالشكل ده. هو شريط العنوان هتلاقيه بيقول لك بيتكون الشريط التالي من كذا وكذا وكذا. طبعا الكلام ده يتحفظ، انا مش هقعد اشرحه تاني، الكلام ده يتحفظ لان انا العملي سوري النظري بتاعي صح وغلط واكمل هيطلع منه. الكلام ده يتحفظ، زر الاغلاق شكله ايه، زر التصغير شكله ايه، تمام، العنوان بتاعي، ويتغير هذا الاسم الى الاسم اللي بتختاره للوثيقه مع اول حفظ ليها، قائمه ملف تحتوي على ايه، توبوبات بتحتوي على ايه، اشرطه الادوات عباره عن ايه، كل الكلام ده هيجي فيه صح وغلط، فيه اكمل، فيه اختار، كل سؤال على حسب. الكلام ده يتذكر والكتاب معاكوا على الجروب، لو حد مش معاك كتاب بعد ما الناس تضاف الجديده نبعته تاني. خلاص، ده شريط قايمه او تبويب هوم والادوات اللي موجوده فيها، تبويب انسرت والادوات اللي موجوده فيها، الديزاين، وشويه هتلاقي اللي اوت اهو فاتح لي تبويب تبويب وحاطط لي الصور بتاعته بالشكل اللي احنا شايفينه ده. خلاص، اهميه المسطره ايه، اشرطه التمرير، اشرطه المعلومات. طيب عشان اقفل البرنامج من قائمه فايل اخش اعمل ايه، كلوز، او اضغط على الزر الاحمر اللي هو الاكس اللي هي شريط العنوان الموجود اللي فوق، اختيار امر اغلاق من قائمه فايل زي ما هو قالها من شويه، ماشي، وكليك يمين وكلوز. طيب ازاي اكتب جوه النص، بدا يقول لي ادخل على قائمه نيو واختار طبعا مستند، وبيديني الفرق بين التمبلت، افتكر الكلام ده كله انا شرحته في الوورد فمش هينفع ان انا اقعد اضيع فيه وقت، ولا حد عايز حاجه تتفسر فيه، كل ده كان في قائمه فايل اللي احنا شرحناها اول محاضره في الوورد. خلاص، التمبلت القوالب الجاهزه. بعد كده دخل على الهوم وبدا يشرح الحاجات اللي موجوده فيها، نوع الخط وحجمه والكلام اللي في قائمه، كل الكلام ده. خلاص، طيب دي حاجه من الحاجات اللي احب ان انتوا تفهموها وتعرفوها، الاسهم الاربعه اللي موجوده في الكيبورد، اسهم التنقل. لو الكتابه موجوده في اكتر من صفحه في المستند فالمفروض ان انا بحتاج لمعرفه كيفيه التنقل جوه الايه، المستند، فبيقول لي استخدام الاسهم للتنقل، ادي اول طريقه من حرف لحرف ومن سطر لسطر، وبالتالي عملناها عمل وشفناها مع بعض. عندي زرار اسمه هوم وزرار اسمه اند وزرار اسمه بيج اب وعندي بيج داون. الصفحات دي هتلاقي الهوم موجود في لوحه المفاتيح لنقل مؤشر الكتابه لبدايه السطر والاند لنهايته، يعني انا لو فاتح برنامج وورد ودوست على هوم واند، هوم هينقل المؤشر لاول السطر واند هينقله لاخر السطر. طب هتقولي لي الاول ده على اليمين ولا على الشمال، هقول لك على حسب، انت بتكتب عربي ولا انجليزي، العربي الاول عنده هيبقى اليمين والاند هيبقى عنده الشمال والعكس في الانجليش. خلاص، طيب البيج اب والبيج داون قال لي نقل مؤشر الكتابه شاشه مرئيه، يعني ايه شاشه؟ الشاشه بالنسبه للصفحه دي، فهو بينقلني صفحه بيج اب وبيج داون، ينقلني من صفحه فوق لصفحه تحت. طيب عن طريق الماوس، الماوس انت بتختار بالماوس، في بكره في الماوس بتبدا تلفها بيبدا ينقلك، تمام. عن شريط عن طريق اشرطه التمرير اللي هي السكرول الافقيه والراسيه اللي احنا لسه مشاورين عليها وموجود زيهم برضو فين في الوورد. خلاص كده، يبقى دي فكره التنقل، يستخدم كذا لكذا صح ولا غلط، انت هتكون حافظ الكلام ده وفاهمه. خلاص، عشان اعمل سيف للوثيقه او للمستند اللي معايا، فايل وسيف از، وعرفنا التلات حاجات اللي بنركز عليهم، السيف ان اللوكيشن بتاع اللي بحفظ فيه، الفايل نيم اسم الملف، والسيف تايب اللي هو نوع الحفظ. التلات حاجات دول ما ننساهمش، تمام، بالشكل طبعا شاشه الحفظ بالشكل ده. طيب الكات والكابو والبيست والجروب بتاع الكليب بورد، خلاص مفهومه. وبشرح بقى، بشرح كل الكلام اللي احنا قلناه، يعني دي قائمه مين، الباراجراف، تمام. خدنا الالاينمنت المحاذاه، خدنا الاندنتيشن المسافات البادئه،
خدنا السبيسنج المسافة بين السطور خلاص، وطبعا بدأ يشرح الكلام ده زي ما احنا شايفين كده. يعني اللي فايته حاجة بيعرف يقرأ من كتب، يقدر يقرأ الورد كله من هنا، الحاجات اللي احنا خدناها كلها خلاص. السيمبل والرموز احنا لسه ما وصلناهاش، هي في قائمة انسرت في الاخر، ان شاء الله بإذن الله هنبقى ناخدها واشرحها لكم عملي. تمام. الاشكال الحاجات دي كلها ان شاء الله باذن الله في قائمه انسرت هناخدها مع بعض. وطبعا دي لسه واخدينها النهارده موضوع الكفر بيج. تمام. طيب وده الجدول، مش هنقعد نتكلم في الوورد كتير، الفصل ده انتوا هتقروه هتحفظوه، لان انا كده كده اوريدي احنا عندنا الماده وبنشرحها بالتفصيل، ما فيهاش اي حاجه مختلفه عن اللي انا ايه بشرحها، فبلاش نضيع فيها الوقت. تمام. ان شاء الله المره الجايه نبدا الفصل اللي جاي اللي هو هيبقى ايه، الاكسل. هنتعرف مع بعض على برنامج اكسل. تمام. اشوفكم على خير الاسبوع الجاي ان شاء الله.